دراسة وثائق المشروع المندمج لتطوير حماية الأراضي من التدهور في بعض مناطق الوطن القاحلة، تمهيدا للمصادقة عليها محور ورشة قطاع البيئة والتنمية المستديمة المنظمة في نواكشوط بالتعاون مع بعض المنظمات الإقليمية العاملة في مجال البيئة وبعض ممثلي هيئات المجتمع المدني. المستشار المكلف بالتنمية المستديمة السيد الحسن المولود أبرز في كلمته الأهمية التي توليها السلطات العمومية لحماية التنوع البيولوجي نظرا لعديد المخاطر التي تهدد بعض مناطقنا والتي بلغت نسبة 77%، وهو ما ينعكس سلبا على السكان المحليين لهذه المناطق. مدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ببلادنا سيد البشير دات بين أن المشروع المقترح يهدف إلى مكافحة تدهور الأراضي والنظم البيئية في المناطق القاحلة بموريتانيا عبر التسيير المستديم للأراضي، مذكرا بأن هذه المناطق تحتاج عناية خاصة نظرا لمقدراتها البيئية الكبيرة. المشاركون في هذا اللقاء تابعوا سلسلة عروض تضمنت محاور المشروع وآليات التدخل في المناطق المستهدفة.